يا هذا الاختيار اقسم ما شاء الله تبارك الله، والله يا اخواني ما فيها كميه قبول، اقسم بيات الله فنانه فنانه فنانه، اقسم بالله مقبولته يا اخي مرت حلال، الله يوفقها ان شاء الله ويطول بعمره ان شاء الله ويبر محمد فيها باذن الله. الزبده كيف حالكم يا اخواني؟ يا اخواني يا اخي ما بحلو يا اخي، احس ماش ما ادري كيف، اذا قلت عجوز يعني ما ادري كذا ما احس انها حلوه. الزبده يلا حيهم، كيف الحال؟ اموركم زينه؟ وش حالكم؟ الله يصبحنا ويصبحكم بكل علم طيب ان شاء الله. مرحبا بكم، مسهلا، مرحبا مرحبا مرحبا، والله اني اقولها وانا صادق، اقولها ذا الحين واقولها بكره واقولها بعد سنه واقولها بعد 20 سنه. شو اسمه؟ مو بطين منكم لكن البطامة هو بزي كبرت زغودك يا اخوك، ما هي بزغود اللي كبرت، الرجال طول عمره سلامة سعد علي الله صبحه بالخير، ناوي انه يربي عارض، انتم معي؟ وباذن الله انا ابي ازبط ان شاء الله، انا عندي احساس لكن عندي فراغ هنا، هنا ما ادري ايش اسويني، انتم معي؟ لكن باذن الله نازلين باذن الله باذن الله، ممكن نتوقع يا اخواني مقبلين على ازواج وعلم طيب ان شاء الله. ايه والله باذن الله باذن الله نازي سعيد مداوي طلع الحرم، لا استح يا ولد استح استح، ارد عنك ابو مداوي استح على وجهك، الحرمه والله انت يا الحيوان قاعد تكتب الكتاب وانت مر الجوالات، اقسم بيات الله اقسم بيات الله لو انك تواجه وجها بوجه اقسم بيات الله ما تفرش بر ولا تقولها قدامه، استح على وجهك يا اخي بعض الكلام اكثر ولا يكفي كذا؟ هو مسكين ترى إيه؟ اسمه هادي، اسمه هادي، ايه هادي ولا مسرع؟ استح على وجهك يا اخي عيب، قل لك قط اسمه انت هذا خطاط حلوين، لا لا بالله عليك خويك اجد علومكم يا اخواني طيبين اموركم زينه لعلكم طيبين. سعد اول مره ادخل بثك في حياتي كلها، الله يحييك تحيا السيد ويطول عمرك، نورت وشرفت، مرحبا بك ومسهلا، ان شاء الله انها اول مره وان شاء الله انها ما هي باخر مره باذن الله. يا اخواني انا امس جالس اسولف انا وسعيد، شفت الشخص اللي انا اخواني سويت مسابقه، اوكي اوكي رجال يعني غايب عنكم كذا، قلت لازم يعني تستاهلون والله لو افعل مني لبكره يعني مو فيكم حقكم، يرد ذره ذره واحده من جميلكم وكذا، فهمتوا كيف؟ الزبده سويت مسابقه حق التعليق، لا دحين ما قد سويت عليها سحب، باقي امورها زين ممكن اسوي عليها اليوم ولا بكره، انتم معي؟ اوكي ها ودي ان سعد علي هبا شحمت في فمه وسكت على المسابقه حلوه يعني غصب انه بيفوز واحد من دول، اوكي اوكي جلست اخواني افكر 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 اسوي مسابقه مره ثانيه، مسابقه مبلغ مالي ومن ذا الكلام واللي بيفوز ياخذ المركز الاول، اوكي اوكي ها انا يا اخواني نسيت نسيت ما علمكم، ما ادري انا علمتكم ولا ما علمتكم، لكن الفكره في مخي ايش؟ الفكره في مخي اني ابى اخش العب معكم، اذا فاز واحد منكم المركز الاول ياخذ الجائزه هذه المبلغ المالي، اوكي اوكي، واذا فزت انا يا طول عمر السلامه حرمت عليكم الجائزه خلاص راحت عليكم، اوكي يا سلام عليكم. سوينا الروم الاول ودخلوا تقريبا 48 صح؟ دخلوا 48 واحد ارانج ونلعب، يوم لعبنا الا يا اخواني اطالع الا ايش؟ الا فيه يوم انا في العماره بشر استغربت مبشوا علي اربعه، انا حاط واحد في المشاهده طلع ايش؟ طلعوا الناس متحالفين، اوكي
طلعوا انهم متحالفين، واتوقع انا خططتها بيني وبين نفسي، طلعوا انهم يقولون ما يتبعض. شو اسمه، ايش رايكم نتحالف؟ اذا بقى ما بلحن وياكم انتم ما ينتقاسم الدرهم. اتوقع هذه هرجتهم، اتوقع هذه هرجتهم، انهم اذا بقى احنا اخر ناس تقاسمنا الدرهم، سواء 400 200 200 500 350 250 250. اوكي اوكي الزبده. يوم يا طول العمر والسلامه تحالف، وقلت بلغروا، ما لغيته عشان ذا، لا والله لغيته لان جا في تحالف. اوكي اوكي واجي اسوي الروم الثاني. يوم سويت الروم الثاني واحط ليفك وادخلوا 50 واحد، الماب اكتمل كامل، هلموا واتفنش اول واحد وواقي عندي حياه، وارجع مره ثانيه انتم معي، وارجع مره ثانيه اللعبه، ونلعب ونلعب ونلعب، ويذبح سعيد واذبح انا، ويذبح سعيد واذبح انا، يذبح سعيد واذبح انا. يوم انا ما طلعت فوق كم بقى عدد اثر اواني عنه واحد، ما عاد بقى الا هو، صفى العرب كلهم، العرب كلهم في ذي صفاهم كلهم، كلاتهم فوق 14 صفاهم، صفاهم كلهم، ونحتدها انا وسعيد الداوي في البيت. لا اي لا اواني عنه، اواني عنه يا اخوان، انا والله اني ما ادري، انا ما ادري انه ما عاد بقى الا هو اخر واحد. ونجي ذا البيت طول عمر السلام اللي هو قاعد يرمي، وناخذ عليه فلانك من ورا البيت ونذبح الرجال. يوم ذبحت انا رحت الصندوق عنده الوت، انتوا معي؟ الوت اثر يا اخواني هو اخر واحد، ليش خذنا المركز الاول. اوكي هذا الحين امور زينه، الا طول عمر سلامه واخش مع ذا اللي شو اسمه اللي خسر. انا الحين ما قد جاء في بالي الفكره اللي وصاليه، ما قد جت في بالي ابدا، والله ما قد جت في بالي الفكره هذه اللي وصالي ابدا، ما قد جت. لما قال يا اخي سعد بسالك سؤال، اسالك بالله، قد شفت مشهور ولا قد شفت شخص سوى مسابقه ويفوز هو؟ قلت كيف؟ قال في احد قد سوى مسابقه ويفوز نفسه يفوز هو؟ قلت انا ما فوز نفسي، بغش انا يعني لعبت معكم وفزت انا. قال كيف كذا يا اخي تسوي مسابقة؟ انت مرضي يا طول العمر والسلامة انك جيت في المشاهد، في المشاهد يا اخي تعطي الناس فرصة. قلت اوف يعني هالدرجة انا قوي؟ قال يا اخي مو بقوة يا اخي، بس ايوه منطقي، اقسم بالله منطقي يا اخواني. قال غلط يا اخي، تسوي مسابقة وتفوز نفسك هذه جديدة. حتى سألت سعيد يوم سوى عيد اسأله، في ذمك شفت احد كذا؟ لا والله ما في، والله ما في احد زي كذا يا اخواني. شو اسمه؟ والله يعني ما كان اي ظني ما بسوي مسابقات اخوان، انتم ما تفهمون ايش الفكره في بالي، انت تحسبوني اتصيقر ولا اني اغش؟ اقسم بالله ولا عندي افكار ترى كويسه غد ما يفهمها الا مخي، ما اعرف كيف اخرجها، ما اعرف. اي والله انت غش، والله ما غشيت ولا حاجه يا اخوان، خلاص ها ما عاد في لا مسابقات. انا جيت اسوي مسابقه سحب على 50,000 ريال، بسحب على 50,000 ريال اللي بس يرسل لي الو. السلام على المستعان. بس اني صادق يا اخوان، انا اقول كلمة حق. نقص او تنقص؟ نقص اجيب له. فش اسمه انا يا اخواني خلاص عند المشطه، بس اني اعترف بحاجه اني ايش، اني صادق في عند المشطه، صادق في المسابقه، صادق صادق جدا، ما في لف ودوران، هذا اللي يطمني انا ربي سبحانه. السحب حق المسابقه الاولى، السحب باقي يا طول عمر السلامه في السماء، ما ادري انا اسحب اليوم اسحب بكره ما ادري، انا حاط صوره اسبوع، يمكن اخليها 7 يوم ما تدري. كل مسابقاتكم لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، هذا اللي ما كنت ابغاه، هذا اللي ما كنت ابغاه.
اعطيكم سكر تقول تهب لنا ملح، اسوي حاجه فتقولون بخ يا سعد، لان القبول مشكله ترى يا اخوي، ولا اروح القبول من الشخص هذا ولا يقدم لك مال هارو يعطيك اياه يقول خذه، ما تقبل منه شيء ولا تبغى منه حاجه ابدا ابدا. خلاص الله يكفينا من 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 عدم القبول يا اخوان، اقسم بالله. قارون قارون كم المبلغ؟ هذا اللي يغبني. الله 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 الله، مع الفائز بالمركز الأول 1,000,000 ريال راح يعطيني منها 20,000 ريال. يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك المدرهم، يا سلام عليك، حياك الله. يا مرحبا، كيف حالك؟ هو شلونك يا اخو؟ اختفت زودك بعد المليون، فين راحت زودك؟ فين؟ يا ما شاء الله عليك يا اخوي، انا الحين اتعب على الحفل اللي لكم. اوه بتسوي حفل ومبسط؟ حفل لكم، هذا اللي انا اعتذر عني شغالي الفتره دي عشان اسوي حفل لكم. يا سلام. طيب الحين اول شيء مرحبا زياد الشهري وش اقربك؟ سم زياد الشهري وش اقربك؟ ولد عمي من بعيد. ولد عم احمد ربك، ما انت ولد عمه هزه ولا انت بخوه؟ ليش؟ كان بدخل عليك منه ويحصل. ليه يا اخوك؟ انا اعطاك مليون زياده يا اخوك، هو اللي فرحك. قهرني قهرني. ايه بالحركه. ايوه انا كلمته بالابيس، تراني معك، قلت بدخل سلطان اخر واحد. تطلع سلطان الحين، خله هي طلعتك. مت انا، مت احجاجي على الله. يا الله يا سبحان الله، سبحانه سبحانه سبحانه. علومك يا سلطان منيح؟ اي تكلم عبد الله، تغير كل شيء. عز الله 1,000,000 ريال بالجيب، ما شاء الله تبارك الله. امنح واحد انا الحين. اي والله ما شاء الله. طيب اسمع، ايش بتسوي فيها؟ ابى اسافر للي على سطح المكتب. يا سلام. وبسوي سحب على الجمهور يروحون معك. كيف يروحون معك الجمهور؟ اسوي سحب بيجي عليه الاسم يروح معي سفريه. طيب طحت في عربيه. ها؟ طحت في عربيه مره. اخيتي انا وخيهم. يا امتي. انا وخيهم هم وانا وخيهم، افهم افهم. يا رب خلوا خيهم وخيهم، افتكوا انظر يضيع عقلك مع المليون. انت كنت اخوي وخيهم اخوي. انا وخيهم. انت يا ما انت وخيهم يا اخوك، منين وخيهم؟ منين؟ 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 طيب دقيقه، انت من جمهوري؟ انا؟ قول الصفر. اي وعد. انت خلاص انت وخيي. طيب ما غري اني اخوك، ما غري غير كيف تشتري العربيه يا اخوك معك تقول وخيي. كيف عربيه؟ وش عربيه ذي؟ عربيتي المرضي كنت اخذها معك يا اخي وتقول وخيها. ما ينفع. سو سو صل على النبي، اذا مثلا من جمهورك قل نرجع. انت معي؟ اذا مثلا تبغى البنات تعطيهم فرصه والرجال تعطيهم فرصه، قول مثلا انت وعوالس سافري. اي بس لا تسميهن عربيه، هن 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 اساس الحياه كلها عربيه. الله العظيم بعض الناس ودك انها عربيه، هو العربيه تعلش منها. عربيه 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 عربيه، احسبك تقول عربيه ذيك العربيه. لا لا لا. طيب اسمع صدق، هاب 50,000 على جنب، اللي بيفوز عطى 50,000. لا لا ناس واجد لهم حق. ايه جايب لكم 500 ريال، انا ملعون، انا هذا وجهي، اما هبا 500. لا فيش نبي نيجيهم يكون ماني بسلطان. يا سلام عليك، كم؟ حمل حسابات الوهمية ابو مدى وخشان. كم؟ انا قايله من مبدي 100,000 للجمهور يكون ذا الموقف على سلطان، قايله مصرح به وانا في القناه. ايش فيك انت؟ يا سلام انت مصرح. انا ما جاتني مليون في جيبيني، ما جاتني، يا ما هب لكم انا، يلا اني هب لكم 500,000 اسوي على مسابقه وديون. اسمع اذا هزمتني تبيني اعطيك؟ ان فزت عليك لا 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 ما ابغاك تعطيني، بفتك هذاك. ان فزت عليك تهب لي المليون كامله هني. يا ما شاء الله تبارك الله. منين؟ ها؟ يا اخوي خذ الجوال كله، ماني معطيك اياه، خذ الجوال كله. يا اخواني العربي ذي ما شاء الله رزقه ربي مليون، معه مليون ريال سعد علي، ايش معه؟
ما معي الا انتم تسقمون الله يوفقكم ويا سلام. زياد صديقي بروح انا وياه خارج المملكه. اوه لفريقيا بنروح لفريقيا متوعدين انا وياه. لا اسمع دول لك عطني 5000 هذا خليك مشروع وجهه ذا يروح ابي يصلح كيف اطير الفلاتر ذي؟ اي حط على المزيد. مزيد. التجميل. تجميل. حط المكياج. خلاص. آمنت بالله. آمنت بالله. مكياج. يا اخي معك مليون عادي سو. ها من جونك من حكم. حكم وش؟ حكم اي معطيك حكم وتنفذه. والله لا امسحك الحين مسح. ما في مشكله ما في مشكله اندق خشمكم وانتم معكم مليون. هيا روح روح حبيبي روح 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 حبيبي روح 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 العب العب العيد شهر العب شهري يا الله كفنا بعينك العب العب ايش فيكم يا رب؟ اسمع انت لو تلعب معي من لا تضر الشمس توصل مرحلة تعطي 100,000 عشان تفوز علي من مليون. العب العب العيون في شهر العب يا شهري تبغى تفوز ايوه خليك ما شاء الله تبارك الله. اسمع بالله يا صلطاح لا حدثنا عن شعورك يوم فزت بالمليون. تكفى يا سعد معك شعورك يا حلوة حلوة. يعني أنت داخل البرنامج سيدة ناوي المليون. من يومني في التصفيات وأنا أقول مليون بشلوبها. طيب ما تبغى غيرها شيء. خلاص لحصلت أنت على المليون. حصلت المليون ما يبحصت لك إلا محبة الجمهور. تأكد من الشيء ذا. يا سلام عليك. طيب لو قالوا لك يا سلطان بعطيك سوال مدبلس فيه الدبلوسي. لو قالوا لك يا سلطان البريك هنا خيار وهنا خيار مليون ريال ولا الجمهور ايش تختار؟ اختار الجمهور لان الجمهور هو اللي بيجيب لي المليون. لا هذا في ستيج النهائي. ها قالوا هنا مليون وهنا الجمهور ماذا راح تختار؟ والله ان اختار الجمهور لان الجمهور بيجيب لي دبل المليون كم من مليون. يعني تطلع من المنصه ما معك شيء خالي والجمهور متاكد كل تطلع ايوه مو بكله يا خليه يحبونك الجمهور. والله العظيم ناخذه الجمهور هو اللي بيعطيني دبل المليون تم مليون فضل الله ثم فضله. نعم صح تستاهل تستاهل هذا يدل على صفاوه قلبك ونيتك البيضاء. راح بيوفقك ربي راح تزيد المليون هذه راح تزيد 2 مليون وعدني يضبطك الله قلبك. انبسط حف حتى جوالين وشغل وحركات. انا ما صار معي جوالين بعد شغل بعد سنه. ها شو يومك تقول الجمهور؟ والله جايني من الجمهور اقسم بالله. شوف يا اخي ترى شوف سبحان الله ترى محبه الجمهور نعمه لا توصف. والله اقسم بالله ترى يمكن البعض ينقد علينا نقول الكلام هذا بعيد عن الجمهور بعيد عن محبه الناس بشكل عام ترى حلوه يا اخي. دائما ندعي ربك والله يرزقني القبول الله يا ربي يا كريم جعلك تقبلني. اذا قبلك ربي خلاص قبلك خلقه. يمكن تلاحظني اذا انت تتابع القناه من البدايه من اول ما دخلت التصفيات انا الدعوه ذي اللي دائما اقولها في حياتي الله يجعلني من المقبولين عند الله عند خلقه الدعوه اللي تقولها دائما. يا سلام يا ادر واعلم ان ربي بيوفقك. اللهم لك الحمد. ادر واعلم ودائما ادع قول يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم جعلني دائما افوز على سعد جعلني ربي افوز دائما على سعد اني بحكم عليك حكم الحين بخليك تكرهني منه. بيض الله وجهكم روري انجليزي ارياف نوني ديم انجليزي حماد 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 حمزه حماد بيض الله وجهكم. المليون 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 المليون
بدعي اذا هو معلق فالله يسامح، اذا مو معلق جاي تروح المليون. يلا يا ربي يا كريم. ما افكر لا في مليون ولا حاجه، بس مع انفضه ها اي انفضه اللي معك خرعت مني ولا ما ادري ايش بال. الحكم الاول يا سلطان البريك، انت شكلك ما تعرف جولتين. لا قلنا من جوله واحده يا سلطان البريك. ما اتفقنا والله ما اتفقنا، كان اتفقت انت من البدايه. شوف يا سلطان ترى ما يبراحمك يا سلطان، ما يبراحمك، انت سلطان ملك شو اسمه تصاريح، رجال قد كلمتكم ملك تصاريح، اذا قدمت على شيء تقدم. شو بيسعدك؟ يا سلام عليك، برافو عليك. بالله الربع تحرك. طيب اسمع، قول يا ارحب ابو هادي، ارحبوا كلكم، لبت بودكم. بالله يا دعمين سعد اصبر شوي، انتوا ايش فيكم؟ ترى توني فاتح بث، اعوذ بالله منكم، جاييني كذا مطفين النور، اركضوا. انا لوني بدالك بقعد في التوب 14 يوم، انا في التوب ما اطلع منه حتى وانا راقد باقي في التوب. اول بث فتحته اقسم بجلال الله توني حاط الحساب، اقسم بالله اني التوب 1. ايش رايك؟ يا سلام. ايوه ارسل المليون وحطها، ولا برسل لك هنا في واحد فاهم عندي في الدعم، ما دعمت معي حط عنده 50,000، قول هذه مخزون، اذا غمست قلت كذا ادعم. ليه؟ لا انا ما يحتاج اسوي الحركات دي، العب على الناس. اذا الجمهور بيدعم يدعم، انا ما اروح اسوي مثل حركاتكم دي، ما يبلحيد يحط لي عشان العب على المسلمين. يا محبه الجمهور من الله، ما له دخل هذا فوز، يا محبه الجمهور هذا لعب وخساره. طيب الحين مثلا اسطوى، انا الحين مثلا جنبي اقوى داعم في جاكو، انا الحين جنبي اقوى داعم في جاكو، انت معي؟ اصلا اذا انت معطيها انا ما نمعطي. ايوه طيب ما فيها شيء؟ لا فيها، يا محبة صادقة ولا ماني برايح نعطي الناس اقول سووا لي خلوني اقول اني قوي. انا يمكن في تحدي وطيس، ضرب وطيس، ضرب وطيس. لا حتى لو طيس يا تكون ولا ما تكون، والله لا ارتي احجاجي على الله. ما كلنا مرتين يا اخو كمال، كلنا مرتين احجاجي على الله سبحانه وتعالى، كلنا ناس. لكن اذا حمل وطيس خلاص اغمز رجلي، ادق دق وادعم يا ولد. يا سلام انا بغيت اطمع الجوال، فهمت؟ اكلم الرجال، اكلمه. لا ما ودك ترى حلوه، بيعطيني هم دراهم ولا اعطيني وعي؟ ها معني وعي نسيها، اعطيها انا دراهم ولا هو اللي بيعطيني؟ مخزون منها يحفظها لك طول العمر والسلامه. لا 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 منها يدعمك. ايوه ولا نعطيه ريال، يا يدعمون كنا عندك كذي كذي. اي تقول كذي تجيني منه وتجيني منه ما ايوه عارف. مع مليون تي يا اخوك ما هبيت لك واي فاي؟ ها السي سي ب 300 ريال تحدي دق الله يرحمه والديكم، ترى اللي بيدق اعطيه مشخوم. انا شابك جوالي على ذا حقه، مع مليون يا اخواني، مع مليون من حقه يا اخوان، من حقه. انبسط يا اخو صد، طش الجوال ورا اكسره، اكسره اعطيه من جمهوري ولا اكسره؟ ليه؟ هذا لعب، هذا اسراف في مال الله. طيب متى بتسوي السحب ال 100,000؟ عشان بعد نحب نشارك قريب. تقريبا هبوك بقعة تصوعك، هبوك بقعة. وش معنى هبوك هبوك بقعة تصوعك؟ يعني هبالك يعني حلا كويس، الله يجعلك تاكل منه وتشبع. ليه تقول بس حلا؟ حلا حلا كويس. اي اكل من حلا تبوك تصوعك يا اخي. اسمع الناس يقولون جعلك تاكل حلا، جعلك تاكل شيء كويس، تقول ذا الكلام؟ خلاص يكفيني اني كليت منهم المليون. كيف ايش؟ شكرا. كليت منهم المليون شكرا، بعيونهم اكلوني اسعدوني شربوني بكل قوه، يقولون سلطان راح نخليك الاول، يعني الاول. اي لا في الجمهور والله من حقك، من حقك. كم بقى ده؟ كم نقص ولا باقي في الراجل كذا؟ واحد صفر 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 نقصت، باقي زي ما هي. ها باقي زي ما هي ولا نقصت؟ لا للحفل بس، الحفل ترى. والله اسمع يا سعد، والله انك لما تحضر انت زعل.
على خشم باذن الله. الحفل ترى ما هو لي انا يا سلطان، الحفل لكم كلكم، لكل من يحب سلطان. طبعا لبى قلبك وعيونك الله يجعلني فداك يا فيصل، جعلني ما لو بحزنك يا فيصل. انت راح كلم خويك اعطه دراهم خليه يدعم. حن في عزيمة يا ود، حن في عزيمة، حتى لو ينزل يدي بينا ما راح اقاطعك، حن في عزيمة اسلم. اسمع اختلفت يا سعد لا تفهم. ما مات الله. اسمع والله اني اقول هنا صادق، الحفل ترى لكم مو بلي. باذن الله باذن الله، ان كان ما جانا ظرف طارئ باذن الله نكون من اول حظي. غير وين الحفل؟ وين وين؟ الرياض. يا سلام يا سلام، قريب بقلبك. تفضل تفضل، قلبي ما ذوب حزنك. كأني والله بيض الله وجهكم انتم جميع. جملتوا جملتوا. اسمع الفاصلة ولا الفاصلة؟ اي الفاصلة اخوك. الحفل قريب ولا؟ قريب قريب مو بعيد. ها صل عني، ايش رايك تسوي حركة ما حد تسواها اي متسابق ولا سواها اي شخص؟ من زود كل شوفوا اعزموا اللي تبون، ترى الحفل لكم مو ب يا سعزم كلنا. ايش رايك طول عمر السلامه تسوي حاجه من زود الكرم والطلاقه وتبع حفل موسمي؟ قولوا شو تجيب لك مثلا ورود، ورده 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 ورده، انت معي؟ كل ورده تغمز في جنبها 500 ريال ولا 50 ريال عشان ما لا ما يبي حيت ورد اللي بحط لهم القعدان ونعم لهم ما اقدر اقول. تفوزت علي خلاص، ما اقدر اعترف. بهاج وعبد الله شهراني كلهم بيجون، ما فيها كلام، ماني مخلي احد الا ما اجيبه. انت يا ولد صل عندي صل عندي يا ولد، ايش ما دخلك في جروب سكرت؟ انت معي؟ انا المشرف فيه، ما دخلك جروب سكرت وارسم السلام عليكم وش حالك عشان ما تتشرم من احد. يا الربع سلام عليكم وش حالكم طيبين؟ هنا حفل قايم والله يحييكم، مرحبا ومسهلا، الله يحييكم، ودي ادق عليكم رجالا فيكم. لكن مو ودكم ارسلها لكم صوتيه، برسلها لك وارسلها له. يا سلام عليك، وما دخلت في الجروب. جعلني والله افداك بيض الله وجهك ولا من هذا المنبر انا بقص برسله. يلا واحد يلا. اثنين ثلاثه كت. نزل الثوب، نزل الثوب شوي. اسمع يا سلام عليكم، ارحب يا سعد، انت وخوياك. ايش عليك حبيبي؟ امزح امزح. كش على وجهك. قلت لي لا والله ما في وضعي شخص، والله ما في وضعي. أخمر أخمر. واحد أخجل. واحد كت. أبو علي سلطان يا الربع سلطان قاعد يطردنا من ضيفته، يحسب أن هذه حرا ضيفته. استح يا واد استح، حمي عيالي صايم سجل. احنا بلاش كبايت وما نبي عازم أحد. عيب يا أبو بو من ابو سعد. قول والله انا سجل واحد والله ما اسوي شيء. واحد كت. مرحبا بك انت سعد، ومن يعز عليك كلهم. الله يبقيك ويطول عمرك ان شاء الله. مرحبا ولا لكم عذر، لا انت ولا نسختك اللي معك كل ببيهم، ودي اراسل واحدهم كلهم واحد واحد، لكن ترى كنت المسؤول عنهم يا سعد. الله انت ونسختك باذن الله انا بقص المقطع وبرسله بالقوم منا الين يوم القيامه. الحفل في الرياض. اغصب الحزيمه، زد الحزيمه، زد خلق صام. خلاص قول ماني بعادر احد، ماني بعادر احد. يقول سعد يقول قول ماني بعادر احد، خصوصا حماده، خصوصا حماده. يا سلام عليك خلاص سد الجواب، لان حماد عندنا اكبر واحد هنا والقائد خلاص وانا الكبير. خلاص تم انتهى، سد الجواب انتهى. ايش انت في المخدوم واد جنبي؟ رجع الحفل الرسمي يا ولد عندي، خليه يجي. ايوه خلاص طيب اسمع، بتحط بيش ومبسط لبيه زير بيش ومبسط. كيف ابني زير بيش من داقي طلق؟ انا تقول عليك منك شيء طف نعوج هنا ضيق المجالس. اسمع في شيلات ومبسط وحياة. المبسط وشو؟ مبسط وناسة، مبسط وناسة وناسة، يعني شيلات شيلات دنيا. اي بالله في وناسة وفي شيلات وفي علوم طيبة وفي علوم الغانمة وفي مدخن وعود ازرق وفيها شالات وفيها طبور وفيها سامري وفيها اورج وفيها كل ما لذ وطاب. رايح بيه ما لذ وطاب بيجي الحفل. ما
والله ونعم يا ابو والله حط لكم حفل والله ما بعد احد سبقني فيه باذن الله حفل عالمي حفل في اي بي اول شيء اقول يا الله مثل اقول يا الله الله يوفقك وان الله يبارك لك في حلالك وان الله ييسر امرك باذن الله باذن الله اتكلم بالنسبه لي انا يا سعد علي باذن الله ان جالي فرصه والله انا اجيك باذن الله ونعين ونعاون وعسى ربي يوفق هذا الوجه ويسر امرك والله الله مرحبا في ذمتي تبقى انت وافي وعزيمتك وافيه ورجاله ونعم عز الله جعلني والله افداك بشرور بسعدك امجار لا خلا ولا عدل لكن ايش اسمه السحب متى حق المثل بتبودكم تراني التب التاسع السحب متى بقلبك يا محمد واجعلني فداكم العروسة إن شاء الله بتجي بإذن الله قريب دقيقة يس يس بيض الله وجهكم لهنت والله يجمل حالكم ولا يهينكم يطول عماركم اسمع أنت أبو تصاريح بس عندي تضيع تصاريحك به أنت يسمونك أبو تصاريح صح؟ بس عندي تضيع تصاريحك معنا ما هو على كل حال اسمع الحكم الأول ترفع الكرسي ترفعه فوق لمدة جولة كاملة الحكم الثاني تشرب 3 حبات بيضة الحكم الثالث يا طول العمر سلامة تلطخ وجهك معجون عشان تطلع زغودك يلا ما عندي بيض ولا عندي معجون والله اللي توني مستني الشقة يا سلام أنتم كرامة تلقاها محطي ترى معجون وفرشاة ومبسط والله ما فيها خذوها العيال طيب الحكم الثاني يا طول عمر السلامة توقف جولة كاملة ساكت ما تفتح فمك كلمة واحدة كذا جولة كاملة كذا الحكم الثالث أقول أي شيء تقول صحيح 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 يلا أقول هجدري بوقف جولة كاملة ما تتكلم والله ما تربع الكرسي بكيفك تربع الكرسي تتكلم اوكي طب نلعب الجوله ولا تبغى نحسب تايم بدون جوله؟ لا لا حطه جوله من حكم ولا تبغى حق احكام؟ يعني تنفيذ حكم تنفيذ حكم تبغون تنفيذ حكم تنفيذ حكم يعني على رجل لعبته من هو يزق؟ وين 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 من كيف عارفه كيف عارف اللي ايش اسمه كيف عارف حسابه وجبت خويك وانا جنبك هذا يلا احسب جولة يلا جولة والله ما تسلم ان شاء الله توام الحكم ولا تنفيذ حكم ها توام الحكم ولا تنفيذ حكم بنفذ الحكم ومن حكم يعني الجولة هذه اذا ابو السنة تنفذ انت حكم بعد احكم عليك مرة ثانية جولة واحدة وجولتين جولة واحدة هارسل ولا جولتين ها وش تبون جولتين ولا جوله واحده ارسل لي خليني اشوفهم اهم شيء جمهوري راح ضابط بدو خلها جوله ممكن تفوز تلقح جوله يلا جوله ارسل 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 ارسلوك في شوف يا اخواني سلطان البريك المتأهل بالمركز الاول بمليون ساكت امامي ولا يفتح فمه بكلمة واحدة اسكت ولا كلمة اسكت هنا سعد علي وهنا سلطان البريك هنا سعد علي اللي يتكلم ويفعل يوم غيري ساكت ولا تفتح فمك بكلمة واحدة وتتبسم تقول كذا اص اص
قص قص تهرج هناك ولك صوت وزميلك وصوت، والله لا اقول والله لا افعل والله لا اسوي. كمل يا سعيد، صوتي باح، كمل كمل يا سعيد، كمل يا سعيد، كمل يا سعيد. تسكت قدامي، تسكت تسكت، قص ايوه اسكت اسكت، تكلم تكلم، يلا اسمعك اتكلم، تكلم افعل، ما في لا فعل ولا كلام. تكلم ابشر، اسكت اسكت. طب حصانه، انت تقول تكلم، انت تقول تكلم، لا تتكلم ابدا. ليه؟ انت خليك واحد اثنين ثلاثة، يا غبي لا اسمع لك صوت، صوتك مرة يزعجني هنا، يقنقني هنا، يجيب لي سبب في الطبلة اليمنى واليسرى. اي نغزني بالطبلة اليمنى. مرة مسبب لي شوشرة، اوف منك، اوف منك. متأهل مشوش ماخذ مليون، اسكتك هنا وتنطلق. شوف شوف اسمع، هذه مالها دخل، هذه مالها دخل. بغل حصانة، اسكت، جولة باقي جولة، اص اص اص. اوه ادري ادري يا سعيد، ادري شوف ادري. اسكت، انا سلطان ثقل، وانا الاول ما ادري وش. اسكت اص 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 اص، خليني اوريك حاجه هنا، خليني اوريك حاجه، اصبر. اعطيتك انت ابوي يقدر يسمع الحين ولا لا؟ اسكت باذن الله، ان شاء الله السنه الجايه او انت بحالك منافس يا رسول. يقول يا فلان اصرح ما لقوا، بسحب عليهم اللي بيطيح على اسمه. اسكت اص 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 اص، ولا كلمه. اسكت اسكت اسكت، نعطي اللعبه قوانينها. انت قلت نبخ علي، ترى هذه سياسه اللعبه. ترى باخذ، ترى باخذ حصانه، ترى تفوز، انك تفوز علي الحين اتلكع عليك. لا تعطيني كتب ولا تتكلم اي كلمه. ها حصان، لا تعطيني كتب بعد يدك. شوف ان دريت انك ما اعطيني كتب، ايوه ترى اجيك، بيجيك دعم، بتلكع مثلك. اذا تسمعني سو رقم اربعه، اذا تسمعني سو رقم اربعه. حصان ايوه، اسكت بلا في شكلك، اسكت اسكت اسكت، لا تعطيني ميوه. اسمح لي يا سلطان، سامح لك امر ولا لا؟ سبحانه، اذا قدم معي سلطان لا هند. هاي اعطينا، سكتك هنا واسكت. اذني ازعجتها، اذني طقيتها طقيتها طقيتها، استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يهايط وسكتك هنا، اص اص اص. شوف بروح هنا وبرجع. سعيد راقب الرجال، اذا فتح اذا ازعجك سكته. يلا بص بلا في شكلك حيوان كان. اسكت اسكت يا اسكت. خلاص تكلم، خذ راحتك عادي. هذه اتكلم ولا ما اتكلم؟ اسكت 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 اسكت، هذه سياسة لعبة. سياسة لعبة، اسكت. ترى بنادي شنار، اسكت. ما تكلم الولد؟ لا لا ساكت. تكلم؟ لا لا شيء ازعجك؟ لا لا والله انه محترم. ايوه خلاص نقدر نخليه يتكلم، نقدر نخليه يتكلم. هل شيء ما ازعجك؟ لا والله ما ازعجك. بص انكتم انكتم، بص الله وجهكم وعليكم طول اعماركم. بص انكتم، لا تحتي دقيقه، لا تحتي، حط فيلمك شحمه، لا تكلم.
لا إيه خليك مؤدب وقص. هذه قوانين اللعبة. تقول سلطان اللي تح قص قص قص. ليه ما حكمت أنت يا غبي؟ ما حكمت أحكم. عطني أحكام. أحكم دقيقة. لا أحكم يلا. ها اسكت. ليش؟ أحكم أحكم. طيب. عطني ثلاث أحكام أنفذ واحد منها. أنفذ كيف واحد حكم واحد بس؟ عطني ثلاث أحكام. طيب الحكم الأول تأخذ معجون أسنان تلطخ على وجهك. مضبوط. تجلس مدة دقيقة وأنت تفرك وجهك. يا سلام. مضبوط. ايوه الحكم الثاني مضبوط الحكم الثاني خليني اتذكر. اي فيصل مضبوط الحكم الثاني يا طويل العمر الخلود. اوريكم اما تسد ولا بلا كذا نظامك؟ انا في المجلس اخو في الديوانية ما فيها تراز ولا فيها فلفل. معجون عندك صح؟ ايوه معجون مضبوط. تشرب بيض؟ ما في بيض اكل ما انا في مجلس ديوانية. طيب تدخل تثبت الجوال تدخل على الدش. يا سلام عليك. مضبوط. وتوقف لمدة دقيقة تفرك الماء على راسك وعلى وجهك. سلام سلام هذه الاحكام يا سلطان. ايوه برافو عليك. خلاص الثالث وشو خلوها عندك قصيده شيء الاول معجون ايوه الثاني طخ على وجهك لمده دقيقه كامله وانت تكون كذا الحكم الثاني قلت ما عندي تراس ما عندي فلفل ما مضبوط الحكم الثاني تقول ما عندي تدخل تحت الدش الحكم الثاني تحت الماء تفتحه تجلس مدة دقيقة تقول كذا ذوبك عليك يا سلام عليك الثالث الحكم الثالث يا طويل العمر تاخذ شامبو صابون وتعصر الشامبو كله على راسك مضبوط لا ايوه هذا نفس الحكم يا غبي لا هذاك مويه تجلس تحت المويه تفرك شوف هنا هذا انت شامبو تحطه على راسك وعيونك مفتوحه ما تغمض ايوه نفسه يا غبي انت جديد انا بعد الشامبو ما خلص بحط مويه كذا ولا كذا نفس الحكم متشابك طيب سام لا تتشابه اخوي سلطان جوالك الثاني وينه ما معي جوال ثاني ما معي مليون عشان اشتري جوال ثاني طيب اللوحه اللي فوقك ذي كسرها او فيها ذكر الله لا ايه فيها ذكر الله يا اخي فيها ذكر الله بس بك من طق سوزفك عندك موتر كويره موتر والله في التلميع اي والله طيب شو ثوبك تشق؟ بدا وانا اخو محمد يلا بدا وانا اخو محمد ما برضاها لك يا سلطان والله العظيم انا اشوف في الاحكام بشوف شوف والله والله على قوله شهيد والله على قوله شهيد اني انفذ الاحكام اللي انا ارضاها للنص اما يا اخو اكتبث اما خليك تنشق ثوبك كارت تقفل بثك اما يجي اخوك ها بشر كم تسمعك وانشق مجال انا في مجال اللعبه وانا معك حرام بعد حرام وانا واثق فيك واثق فيني والله لا تشك الا شك هان يقولون حرام بعد شك ايوه حرام طيب مضبوط خلاص تاخذ سطل ماء وتكب عليك الحين سدى وتحط السطل على راسك دقيقه يا غبي طب نفس الترويشه طيب هو نفس الترويشه لا الترويشه تجلس تحت الماء طيب اسمعي الترويشه انا بس هو بيجي مويه صح الترويشه بيجي مويه السطل نفسه بيجي مويه يا اخي ماذا قول ما يوقف ارفع جرك كذا وقف ارفع سطل مويه تاخذ سطل مويه تاخذ سطل مويه تحطه على ظهرك وتبشم 20 سطل مويه على ظهرك سطل مويه على ظهرك وتبشم 20 لا بس هذا يا اخوي سلطان صل على النبي يا سلطان انا جديد في البذور صح ولا لا؟ هنا جاء اخوي يقولون الشخص اللي يحكم حكمين في حكم واحد ترى يحضرونه ترى يتابعون انا عندي واحد من المشرفين بجاكو من اللي في الاداره قاعد يتابع ذحين انت معي؟ يقولون إذا حطيت حكمين في حكم واحد إيش
يحضرون الحساب ويقولون ايضا اذا سببت يعني كذا حسيت ان الحكم ضامني شويه يعني غبني يحضرون حسابك. مدرع للنفسيه، مدرع للخاطر، جاكو ترى ما قصروا حطوا كل الاشياء الكويسه هنا. خلاص تقول ان ما عندك بيض. ايه طيب الحكم الاول تاخذ معجون تحطه على وجهك. يا سلام الحكم الثاني اروح دوره مياه واتروش. ايوه يا سلام. الكرسي اللي تحتك ذا كنب شققه. كنب الكنب اللي تحتك، الكرسي اللي تحتك شقه. بس كامل بديوان يا مسوي يا عم شو اتسكت لي قلت تطق ما في مشكله بس انشقيته بيطلع السكين حضر ولا جنبي تطلقنا جاهزه جنبي تزابه زروف غير ما ما قدرت العش حمنا ما ضريها بالكلام ولا طلقها جاهزه طيب. وسلاح اعانه ابو مداوي لا يسلم. شوف شوف والله يا زياد انت قهرتني يومك تحكي وانا ساكت. هلبي مضبوط تخاف ضمني اباني اسكت جوني حاول اتكلم وانا اسكت. لا لا حلق راسك. حلق ايش مكينه؟ حلق راسك مكينه او ادخل تروش او حط على وجهك معجون مد الدقيقه. لا اخوك ذي تعجيزي يا اخي تعجيزي. لا ما بتعجي والله نسويها انا والله نسويها. ما في مشكله ما في مشكله اقسم. اعطيني شرطه اعطيني شرطه اعطيني شرطه. ايوه ما فيها مشكله ما احب اسلك ولا تدري شو تقول تحلق راسك تقدر تلكع ايش بسوي؟ باخذ اللي مقص وقص شعرته من هنا وقام حلقت راسي. بس ما انا يسموني اصفى شخص بالاحكام. لا مو ذي اعطيني المعجون انفذ. اسمع اسمع نفذ اللي تشوف انه زين. انا ابشر انفذ معجون على خشمي. انا انسان واضح يا اخي والله الذي لا اله الا الله انسان واضح مع اني قعدت سنه كامله ربي العارض لكن نص اقرب مع المعجون. انا اللي قبل الاخير. ايوه اللي جاب اللي قبله ذا. ايوه هي ذا 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 ايوه. لا صار تبي نسوي من سامحه ما في مشكله ما في مشكله. لا لا شوف شوف فاسم اسمع اسمع سعد 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 دقيقه والله ما عاد تحطها اللهم اني عفيت عنك. بيض وجهي بيض طرق من فوق خشمك الرخامه طرق. من انت تحكم علي؟ من انت تحكم علي؟ من انت؟ من انت خسي وتعقب تحكم علي؟ تخسي العب العب العيون بني شهر انا احب شهري. يا يا كفنا بعينك يلا مع السلامه. احد جاب اذا احد مثل اشكالك احكم علي. تكفى يا بكر. نعم يعني انت من شهر اذكر انا شهري اذكر يلا يلا اول مره في حياتي انتصر. الحمد لله يا ربي الحمد لله اول مره في حياتي انتصر. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. اول مره في حياتي الدنيويه انتصر. اللهم لك الحمد يا ربي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله انتصرت. انا اعترف اني انتصرت والله اعترف اني انتصرت. لك اقسم بايات الله اني اول مره اخش مع قست. اقسم بيات الله انه افضل قست اخش معه من القستات الفنانه اللي كني اخش مع اللي متعود اخش معهم وكذا ان هذا واحد منهم مع انه اول مره اخش معه. اي والله اي والله يا اخي فنان اقسم بالله فنان. ايوه يا اخي انا احب الشخص يا اخي اللي على طول يعني ايش اسمه ما يشد في المور عطل يعني يمون يعطيك تاخذ تعطي تاخذ تعطي مع فهمتوا. ايوه ايوه اللهم لك الحمد انتصرت. الحمد لله الحمد لله سبحان الله محسن الجميلة يا اخي. احنا سوينا شيء وين المعجون وين بلا وين وين انا هذا شوف قلنا ابشر يا سلطان قال معجون قلنا ابشر انا المعجون يا سلطان نفذ لك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
كان ربي نصيف ذا المعجوب. هاي لا اله الا الله. ايوه شوي شوي خلنا نسولف ناخذ معكم هرجه هرجتين. ذي اليوم لا اله الا الله حكت من محمد خوي اخواني لا اله الا الله. ذي اليوم انا اسولف مع امي للورع كذا ما قد دققت فيه للورع قد كبرت صعوده واقولها نطقطقه اثر صدق فعلا بعيد عن المقطع اخواني فعلا احتس والله اني احتس الورع حتى وانا اسولف مع امي عاين فيه كذا بعين لو هناك يسوي ايش يجف المكان كذا يتحرك 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 يتحرك. شو قلت ايش ماك محمد قال كلها من الايس كريم كلها من الايس كريم. قال ابوي اي وانا افداك يا محمد ابوي يفرح مع ود الورع الورع هو رايح مني 5 ريال هو راجع 5 ريال هو رايح 5 ريال هو راجع 5 ريال. قال ايوه يا محمد ما هو كويس ايس كريم ارجع تقدم معنا كويس. اي والله دي في هو من القصات اللي ما اقدر ارفضها الصراحه. اي ارحب الرجال ارحب انت السلام عليكم يا مرحبا بك ارحب مفرح قول كذا قول كذا في دمتي يا عمل استخدموا في جين ولا لا؟ لا في دمتي ولا اي حاجه. طيب ارسل لي ارسل لي رقم حسابك. ليه؟ تبع عشان تروح تحلق يمك مو يعني مو بيزبط. لا والله مو زين والله كان طالع مسيك. ليه يا اخي؟ يلا حيا الله يبقيك. شلومك عساك طيب؟ الله يطول عمرك ابو مفرح. والله بخير ان جاك بخير. يلا حيا الله يا عبد طيب. ادري والله مالك سنه انت انسان عنصري. ليه يا اخي؟ لا لا اكتشفت انك عنصري يعني لازم اني اكون شيري عشان تصور عطري. الله يرحم ابوك الله صل على النبي. ما انا مشكله ارسلنا طول عمره لا انا ايش اللي قهرني؟ ها كاتبه واحدة في تويتر اجمل قلب قلب سعد الشهري او اطيب قلب. وين اطيب قلب عنصري؟ عز الله انا ما كذبت عز الله ما ارسل لي يا اخوك بوكسات من الكراتين هذه طول عمر سلامه. ايش امها ابوي ايش امها اخواني ايش امها ولد عمي طول عمر سلامه توزع صدق ارسل ابشر بسعدك بس عدني وعد انك تكلمني فيديو وتصور باذن الله ابشر على خشمي اللي لي لك يعرف دراسك. يلا حيا الله يبقيك علومك. والله بخير جالك بخير وش حالك؟ الله يسلمك طول العمر. يقولون عندك مستوى. والله يعني تقدر تقول حلو يعني تصرح شيء بتهايط خيم قوة المستوى ان الشخص اللي في برنامج الاخير هذا اللي ماخذ المركز الاول مليون هازمه وحاكم عليه حكم انه يسكت ولا يتكلم جولة كاملة. وتخيل من قوة هيبتي وطناخة راسي وقدحة راسي رصد دقيقة إن الله إنه إذا يوم فاز هو إيش قال؟ إيش قال؟ قال يا سعد ما أقدر أحكم عليك. ليش؟ ما بحكم يقول ما بحكم خلاص روح يقول. قلت يا ود أحكم يا ود على المعجون أحكم. قال لا لا ما أبغى ما أبغى ما أبغى. قلت الله يحفظك. حتى أخذ حصانة. ترى الهيبة اللي جات في الشخص خلاص. إيه ترى الهيبة سبحان الله من الله مستحيل أنها تصطنع. هو إيش؟ انت بصوت تعال تعال يا عدي من المشكله جوله ولا جولتين علمني اللي تبغى يا حبيبي اللي تبغى حن نعطي الواحد على هوا الحكم الاول تروح الان الحلاق تحلق لحيتك موس يا سلام. الحكم الثاني معجون سنة على وجهك كامل لا اشوف اي لمحه من وجهك يا سلام. الحكم الثالث خلنا نفاجئ. اوكي اوكي ما في مشكله ما في مشكله ما في مشكله. طيب انا عاد انت ما عندك عرض عادي اذا فزت عليك تحلق شعر والله عندي ها منين يا اخوان من الناس يتزحم الناس يا اخي بالعيد ما ولا شعرتين رب عار مضريجي ولا جنب يا ولد جنب حريته عندي عندي ايه عندي لحيه تطلع بس المشكله تطلع نفس لحيه كذا وانا ما اخليها يا ولد جنب يا ولد تزحمنا في الحلاقين خذ ربك عارض يا اخي فاتح والله فاتح قبل شوي ما لي نص ساعه يا مرحبا إلا والله لي ساعة. اسمع في الرياض ايه اربك في الرياض؟ لا والله بقى ممكن اجي قريب باذن الله. ارحب والله ما اسال اسال اليوم من هذه انت معي في حاجة باذن الله هناك
اشوف او اوضح، يمكن عندك خبر فيها. وش شيء الفتراك الجديد؟ لا انزل قبايه بصرح، اتوقع في ايفنت في الرياض ما بنسر. طيب بينتهي بكره. ما هو بهو ذي يا غبي، واحد الثاني حق الشتاء. ايوه حق الشتاء. ايوه خليني اعلمك الدار على خير كفاءله. مشارك فيه؟ ها مشارك فيه ولا وش؟ اقول بشوف الاوضاع، اشوف اشيك. انا ترى من الرجل اللي يحب اشوف الاوضاع على نظري. مسؤول انت يعني عن الايفنت ذا؟ هم مسؤول انت عنه؟ مو مسؤول يا غبي، اشارك انا. تربل بعدي اتجه انت معي. والله اني مع اني ما قد سويت الشيء ذا وما ادري كيف. ابغى الجامعه ابغى لا. اي والله ايوه، فعشان كذا ان شاء الله نازين الامور. الله يوفقك ان شاء الله. اللهم العلوم الحسا. الحسا يود زين بالله اقسم بيت الله استانس. هو كم يوم؟ 10 10 ايام. شولد بسرعه راحت. بالله عليك عد من واحد الى 10. اريح بانه اريح بي. يا الله يا ولد، تخيل تفوز على اللي فاز على اللي اخذ المركز الاول. هذه مصيبه، هذه خلاص ما اقفل بثي لمده سنه كامله ما عاد افتح. يعني اسم الدين جود يعني. ضبط الموقف يا اخواني الله يوفقكم. انا الصدام انت وياهم واحد واحد. اتحداك تحدي والله اني اتحداك تفوز. يا تخوف من اخواني تكفو. عندي امل انه بحلق له بعد شهر. تكفون تخلوني اعرضها على الموس. ولا ايش رايك؟ خليك تضربها صبرا. سويت انا اخو محمد. تكفى يا محمد. انت صابر لا في ذمتي قبل سويت اضرب لزق الصبغه على الجلد علي الطلاق يا محمد. انا يا اخو زي السلك الموعين يفرك وجهي. ليه عيلين راحت؟ قول كذا قول كذا. انا احسك حتصبغ. المصيبه كذي وش هي؟ لا كم لك يوم؟ والله يمكن لي 4 ايام صح ولا 5؟ وظن انك اكثر زي. ايه اسمه قرب اشوف اللي هني قرب. من انت اللي لدى صبر الله اسمع الحكم الثالث عندي. لا 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 شروق تمنعنا يا اخوان. ان شاء الله شروق عندها امل باذن الله. اتوقع تراها من جوله وحده يا اخوان. انت وين في؟ في جده. كل ما بقابلك في الرياض والله يا اخو اقسم بالله مو بتزرب يا مبرح. لكن يا اخو انت مثل يا اخي تنشغل. يقول انا انشغل. اي والله يا اخي اقسم بالله اني بقابل ناس في الرياض والله ما يجي لي فرصه. ارحب والله ومسهلا. لا لو اني يعني شهري وكذا كان خلقت من الفرص فرصه. يا رجال الامر بسيط ما تقابل يا رجال. فنجان القهوه يسعد علي مرحبا بك. ارحب والله ومسهلا ترحب المكتب. الله يبيك ويطول باذن الله قد بنا لقى ان شاء الله هناك نجتمع وانت عالى من قريب. مرحبا في ذمتي. وش نفتح الضحك يا ولد يوم انا مت ضحك يومك توري ابوك العوده ذيك اللي ريحتها ما هي بزينه. واخوك ابوي افتكوا لحيك. الا والله انا ابوك يا رجال. عمي هذا ابوك ولا عمك؟ عمي. ابوك وين؟ معنا رابط يا خل ابوك اللي تصوره دايم يا رجال. عمي هو عمي شو اسمه؟ انا وجهي سعد علي. لا مو بتوام يا اخي نفس الوجه. ايه خوه يا اخي اكيد. الحكم الاول قرب وجهك تقعد 10 ثواني. الحكم الثاني شجره نمله 80 مرة. الحكم الثالث تجيب 4 مراك تحطها فوق بعض تبعد الجوال وتروح تنط من فوق المركه وترجع 30 مرة. أربع كانها واجد يا أخوك. 4 مراكي؟ إيه لا تغرك وجه الرجاء مني. والله 5 مراكي. الحمولة زايدة. أنا أخو محمد. التريلة يا أخوك. لا تحملت وايد أخوك التريلة، هي باقي بتسيف. بنضيف لك حكم. طلاق يا المساعدات تفكفك. بنضيف حكم.
عسل. معجون أسنان على وجهك كامل، لا أشوف أي لمحة من وجهك. شفت الصنبرة أبغاها نفسها. والله وجهي شاء أنه أحس إن المفروض فيها، لأن هو أنا سويت حركة غير متوقعة، هو بيسوي أكيد حركة غير متوقعة. لا هذا أيوه يا أخوك اسمع، شجرة موهبة في وجه العدو والعم الحكم. وش بتنبذ؟ شجرة نملة. ماني مرة ما 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 تسويها صح على طول حصان، ما عندي مين يشرها. شجرة نملة، شجرة نملة، شجرة والله مساعدات ثقيلة جدا. شجرة نملة، نملة شجرة، شجرة نملة، شجرة نملة، شجرة نملة، نملة شجرة، شجرة نملة، نملة شجرة، شجرة نملة. لا حصانة ليه يا أخوك؟ ما بطيء أنت، كأنك جاي سادية بارد. بسرعة. شجرة نملة، نملة، نملة. يا خالي جراده ما هي بنملة، متمركزة. انزل. شجرة نملة، نملة شجرة، شجرة نملة، نملة شجرة، شجرة نملة، نملة شجرة، شجرة نملة، نملة شجرة، شجرة نملة، نملة شجرة. حصان. وقف 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 وقف. دخلت. أنا دخلت. حصان. حصانة حصانة. احكم. ايش كنت محركات ابو 80 سنه؟ يا اخوك ما انا مركب مساعدات رياضيه، مالك عاي احكم. انا حصانة. ليه سويت عاي اسوي كذا؟ حصانة مو ليه؟ على كيفك انت؟ حصانة. ليه سويت انا؟ ما بطيء انت. ليش عاد؟ عجل. لا لا خلاص خلاص ما عاد بي جد. ايوه والله اللي عندك. يقول هو يقول بيسويها مظبوط. بيسويها بيسويها يا ابو. شجرة نملة، نملة 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 شجرة نملة شجرة نملة ما طبق نزيل عربي يحسبني بيقول نملة يحسبني بيقول يصير مثل النملة كذي يجيني عربي جسمه كبير كبير عربي كبير مالك مع الصوت شوف مع الصوت أقول نملة نملة على طول نملة شجرة نملة شجرة يا أمتي يا أمتي حصانة حصانة عربيدي مريض لا خلاص 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 وقف نظام انتهت يا عاقب يبغاني كذي مدسسته وليه وش يمنعك يا حبيبي والله اي اتوقع على حقيقتها ابو مفتح ها انا اللون اللي بين دي اه نسيت نادي ها حصانه ما في حصانه ابو مفتح الله يطول عمرك حصانه لا والله حصانه انت توك شاب في بدايه عمرك قول الحمد لله على العافيه الحمد لله على العافيه وزنيات مساعدات ما تشوف ورني اشوف انت اوريك ايش الشجره نمله فز عليه وريك غبني كم عندك الآن؟ واحدة في ذمتك تقول الصدق؟ أيوه والله أسألك بالله أن تقول الصدق أيوه كلمة فاول على عمري ترى انشأت بالله والله ما معلك لي وحده والله ليه
مقتول أبوك شلوا وأنا صغير. متبرع علوش. جاها فشل. هنا وجهي. كذا والله ما صدق. أنا عمري 6 سنوات بس ما قدر يبغاني محمد أبره عيد وأقول يا محمد ما عملك لي واحدة ما أقدر أسوي الحكم زي الناس تحبي ودي يلا يا قلبي في حبك يجي الله أجوا حق الموت اوه اي والله فاز اي والله فاز يحبك ملوى شجرة نمله 100 مرة بدر هادي الحكم الثاني الله يبيض وجهك شنو وجهك مدي من زود الحكم الثاني انا ادري انكم تحاولون تمنعوني يا اخوانا تحافظون على 3 مراكي يلا ترى نط مشكله ترى الكلي زين النط ما ادري انت جرب شوي واعطني رايك بعد شو تسوي انت سويت العلي ارحب بدر هادي لا انت طال عمرك والله ما دريت الحكم الثاني 3 مراكي ونط نط ونط 30 مرة تعرف 3 مرات و 30 مرة ما زادت الا صفر عشان نكون متساوي الحكم الثالث تعطيني نكتة ابغى اضحك اسمع ما ضحكت تعطيني نكتة ثانية ان شاء الله لين بكرة ولا باخذ حصان اول شيء قبل نكتة طالع فوجي زي كم نسبة القبول؟ باللحية ولا بدون؟ كل شيء صفر ها ما عيب ما يعلق طلوها بلك مليون ريال تقول شكرا لا انت تابعني ما يهم غير اسمع اصبر دقيقة بتطبق انت حكم يعني بغشونك في الكومنت وعطنا نكتة يا خالة الحقيني يا خالة يبي يحكم علي وانا صديق اسم مثل ولدي مين هي احنا انا احكم مكانك والله يا خالة اسمعيني يبي يحكم علي محمد بن مفرح سمعيك بيقول لك عايز يحكم علي لا انا حاطط شيء انت عاملين ايه الاول يا خالة ما رحمني يا خالة يا خالة عاملين ايه الناس يدعمون ويتعبون هم ينفذ احكام يا خالة نورتوني انا نفس مكانك يا استاذ نورتوني نورس الله يخليك والله يبارك فيكم يا رب الله يسعدك اطرب انا نفس مكان استاذ سعد والله وعروس العبوا بقى عشان ربنا يخليكم يا رب يا خالة والله انا نفس مكانك يا استاذ سعد تخال خالت نيبانك يا خالة خالت نيبانك نعم بيحكمني محمد نعم يا خال لا ما حدش يحكم عليك زون جنبي ضابط يا خالة منور. قال خالة ما قال وشك منور بيقول يا خالة ليه انت وعدت وجيت بدعي لك اللي انت جيت وعدت ربنا يبارك لك يا خالة ربنا يخليكم يا رب ويسعد قلوبكم يا سلام انا وخالتي انا وخالتي بالله اقبل الجوله يا محمد ربنا يخليك يا ابني ربنا يخليك يا ويوسع عليك طبق الاحكام قبلت الجوله يا خاله نعم قبلتوها باقي محمد ما قبل اقبل محمد اقبل طبق الاحكام طيب اقبل خلاص بنطبق الاحكام ولا احكم وانا انفذهم حكم منك اقبل هم انا نفس ما يحكمش عليك وزار اي خلاص ما تنفذين بيسمع انا اللي هنفس محمد سعد الحكم الاول تتكلم مصري يا سعد مده دقيقتين يا خالد اتكلم مصري هو اللي اتكلم مصري نعم
برضو انت يا خالد اتكلم مصري يا خالد مش عارف تغير اللغوه بيقول لك اتكلم مصري بقول لك اتكلم مصري انا يلا يا طابق العربي اطابق حرفين فوق بعضها خلي بقى اجي في المصري انا تتكلم زي ما تتكلم كلامك زي العسل الله يعسل شكرا ترى يا خاله محمد مفرح هذا من افضل الاشخاص اللي العب معاهم قلبه نظيف مثل ثوبه دائما تبقى فرحان رجل شهم رجل شجاع رجل ما يدخن ولا يخوي اصحاب السوء هذا محمد ايوه يتشرع على الراس ويحط في الناس كلها في مره يا خاله محمد راح مع خويه انت معي ايوه قال له خويه امسك دخن يا محمد تدري ايش سوى فيه ايه خذ سيجاره ودخن يقول خفته منه حلو يقو اسود يا حبيبي اسمع شوفين يا خاله طبعا انا يا خاله هذا كان الانسان هو سعد هو اللي مات ربنا يخليك يا محمد يا رب ويحببكم ببعض انا حتى ما يدخن ارحب تعال حلقك ربنا يخليكم ربنا يسعدكم ارحبوا ربنا يسعدكم بحبكم زي ارحب يا شاهد الله يخليك يا ابن الله يسعدكم ارحب يا شاهد العنزي يا رب وسع رزقكم يا ابني اسمها انا انتوا بتساعدوا يعني الحمد لله والله الحسنه دي عند ربنا لكم كبيره قوي قلت لك ايه ده يا لينا ربنا يخليكم يا حبايبي كلكم ويسعدكم من الارض لحد السماء الله يسعدكم يا حبايبي الله يسعدكم يا رب يجعل رزقكم من الارض للسماء انا سعد رحمه الله يسعدكم ويخليك يا ابني يخليكم كلكم الله يبارك فيكم بس محمد عسل عسل يا حماده عسل الله يسعد قلبك الله يسعد قلبك عملنا لك متابعة يا استاذ محمد كل يحبك ويريدك ويدعي لك انا اضيفكم يا شيخ يا رب كل يدعي لك يا محمد الشر على الراس انت وكل انت اللي يجي من عندك انت ابني يا محمد انت ابني نفسنا نمشي 5000 متابع يا جماعة بعد إذنك ترضى تبقى ابني؟ يا محمد أكيد ما يحتاج أنت في عيني دي وعيني دي ربنا يبارك فيك الله يجعلك فيك على راسي يا حبيبتي الله يبارك فيك يا رب الله اوعى تنساني ما تنسانيش يا محمد أرحب يا سنكول ماشي على راسنا والله أنت ابني الله يرحم والديك ربنا يخليك يا رب أنت على راسنا والله ارحب 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 يا حبيب قلب ارحب الله يبارك لك الله يبارك لك يا حماده ويبارك والتاني اسمه ايه سعد يا سعد ولد انا صرت ابنه انتوا الاثنين عسل تسلم يا مصمم تسلموا لي واحد واحد بس يا خالد والله تسلموا لي ارحب يا البدور ارحب يا الملكه تستاهلين يا خاله تستاهلين الله عليكم والله تسلم تسلموا لي عليك يا محمد والله هدعي لكم انا صايمه النهارده وانا بفطر بشرب الماء كده لادعي لكم من قلبي يستاهلوا يوسع رزقكم كل خير والله الله يوسع رزقكم الارض للسماء الله يسمع من شرف يا رب ويخليكم كل ما تمشوا خطوه كده الناس تدعي لكم يلا يا رب كل الناس تدعي لكم والله امين يا رب الناس كلها تدعي لكم يا ابني يوسع ما بعد جنب فايده يا سعد الشهري الا بذا القشت الله يطول عمرك هذه الله يطول عمره وجه البشوشه خلاص الله يدخس الجنه انت ده انت وشكوا بضحك وشكوا سماح وشكوا خير والله يا استاذ محمد وشكوا هنا برضه استاذ سعد ده بنلعب معاه استاذ انسان محترم وعيد وكلكم ناس محترمه انسان محترم والله كلكم في ذمتك ان انسان محترم يا خاله تذلني يقول مادي انا ماني محترم انتوا حبايبي انتوا عيال طب صلي على النبي هو اول قبل ما هو يعني هو طلع معانا قال لي قال لها ايه انا بس هلف لفه وهجيبه وهو جابنا والله جه اهو كفايه انه ما رفضناه الله يبارك لك الله يسعد قلبك اسم الله داري اشوفك احلى واحد في الدنيا انتوا الاثنين يا خاله يا خاله يا خاله عندي شخص هنا صاحبي انت معي يشرب الدخان وقي ادب صاحب سوء اسمه ابو سفيان انصحي ايش تقولي له يا خاله اقول له اسمه ابو سفيان الحاجه دي مضره بتتعب القلب وبتأثر العمر مش مهم الفلوس المهم انها بتأثر العمر اشتخل ربنا يبعدك عنها يا رب كل اللي بيشربها يكرهها يا رب آمين. كل اللي بيشربها يكرهها من عند آمين. ربنا آمين آمين من عند ربنا انا صايمه
ورب العزه ادعي له انه يتوب عليه ربنا من الله يعصم جميع المدخنين يا رب امين يا رب يتوب عليه منها ربنا يا رب اذن النبي يا ايام المفترض نعم يا روح قلبي عاد اذنك انا بروح نص ساعه باجي فطور والدتي والله انا كذاب معي اقسم بالله بطلع الحين انت معي نعم بروح افطر واجيب فطور الوالدة والدتي انت معي ماشي ربنا يخليها وبرجع لكم وصبح له عليه ابشري على خشمي صبح له عليها ربنا يخليها لك ويسعدك اللهم امين يا رب الشويه يبقى كتير في ايديكم اللهم امين ويطول عمره يا خالد يا رب يا اخي وعد يا اخي الشخص اذا طلع من القست يا اخي يقول عن اذنكم ولا يقول يا اخي مع السلامه يا اخي يطلع كذا ليش يا اخي لا انت كلك ذوق وكلك لا تواخذينا يا خالد كلك خير وكلك سعاده وشك بيضحك وشك فيه لمعه حلوه تسلمي مع العارض الله يطول عمرك ادعي لي انه يطلع لي عرض يا خاله وانت صايمه يا رب ارحب يا سعيد حشان انت عسل اوعى تنساني باذن الله ابشر يا خالد انت بعيني دو عيني دو عيني دي الله يطول عمرك ويسعد يا محمد لك لابني نعم لا عدت بحمى تكفى يا اخوك تراها صايمه الله يقبل صيامها ان شاء الله امين ان شاء الله ان شاء الله يسعدك ادعي لك صايم والله ادعي لك من قلب يا سلام بس انت ما تنسانيش بقى ابشري يا خالد على خشمي يا اخو محمد ابشري ربنا يخليك لي يا رب ربنا يخليك الله يحفظ الوجه على السلامه صبح لك دخل وين الشخص هذا يا اخي وين وقف خلاص دخل واحد يطلع يطول عمره السلامه يا اخي ما يستاذن بالله يا اخي مو بعيب والله مو ها عيب يا اخي بس يمكن خلينا ناخذها من باب ثاني يمكن علق النت عنده ما نسي افضل من باب الديجيتال نعم نعم احنا ما نسي افضل نعم ما نسي الظن ابدا وانا خلاص نفسيتي تدمرت عشان كذا راح اقفل القستات شل نجر ابو سفيان صاحب سوي ابو سفيان عشان كذا انا ما راح شو اسمه اخاويك ابدا ولا عاد اروح ارد عليك ايوه يا اخواني علومكم اخباركم شو مسويين اخذك معي تم شو اسمه محمد ايش حكم محمد قولوا تي في تي هو هرب مني فوستر قبل شوي وحده بوحده وقلوا بصحاه ولا نفذ حكمه وينفذ حكمي نعم نعم سلامتكم نعم نعم حبكم تفهموني بالإشارة وتخسرون الهرجة بتروحوا المباراة المباراة صدقكم تحبوا العلوم أنتم معي يوم تحبوا العلوم المباراة والله كنت يعني إيش اسمه ودي أروح أنتم معي لكن إيش اسمه أول ما لقيت ذاكر بس يقولون في موقع ثاني تلقى عرب يعني مو بيروحون يعطون تذاكرهم أنتم معي عشان كذا فكرت بعد من ناحية الرطوبة فكرت من ناحية الزحمة ولا ودنا أقسم بالله ودنا نشجع على المنتخب بالقلب والروح إيه والله فعشان كذا بنتابعها في الشقة والنوم إيه والله يا إخواني بعدين ترى شو اسمه ملعب رطوبة بعد نازل شوية في رطوبة وبعد عندي في شو اسمه سوي حق فروج أنت يوم تروح قطر وتسعى هناك كأس العالم وتسعى هناك بسوي فاهم بالكورة أنا لو أسألك مدرب السعودية ما تعرفه حارس السعودية ما تعرفه تفاحل العرب طمر على الميكروفونات وإذا طمرت على الميكروفون ما عندك القصيدة
واحد اقول تافي قطر وقول تافي السعوديه وقول تافي غليل وقول تافي روسيا وقول تافي مدري فيه، ما بلاقي قصيده واحده اكتب على جدار حارتكم يا اخوي. اعطيك قصيده من عندي يا اخي، ضرب الهواء قد نسيته صار لي مده، ما عاد لي فاقت وشيء دكسوره، واليوم شفت الحلاوه الزين في جده ياخذ مقاس الحراره عند دكتوره، صديت من زوله ولا بيصده، يا ابو جعود على امتان منثوره لو ما تعوذت من الشيطان جهده، شيني خلي المطوع يفقد شعوره. كيف ابو مداود؟ صاحب دمك جدد يا ابو سفيان جدد. ايوه خليني اعلمكم، وبعد اليوم صح لسانك حبيبي، تسلم الله يسعدك. شو اسمه، وبعد اليوم في الظهر لازم اصحى على الساعه 2 لان في ناس لازم اصحيهم وضيوف جايين. يا اخي بس انا افكر في حاجه، وشي انا نومي طويل ثقيل اخواني، طويل طويل طويل، ارقد 14 ساعه 16 ساعه هذه اصفطها، انتم معي؟ افكر يا اني اواصل، انتم معي؟ يا اني اواصل ولا يا اني ايش ارقد. بس بدر وسخ، لو اقول ميت بدر صحني ما راح يصحيني الليل ياخذ يعني ايش مقابل، مستحيل هو يسوي اي شيء الا مقابل. انت ما تعرف تنام 6 و7، بس اقسم بالله انه ودي يا اخواني، والله انه ودي، اقسم بالله عنكم ما تدرون، والله انه ودي يا اخي، انا ودي يا اخي ارقد بدل اصلي فجر واطقها بنومه اصحى الظهر، ودي يا عرب مطي مطي من الشيء ذا مطي. واد خالك ليش ما صحي؟ هو خس مني ذا اليوم يا اخواني، عواني عانه. انا سعيد عندي ذا اليوم اضراه وانا راقد، قمت يا اخواني عند سعيد وهو راقد، اجهل انا من النوع اللي اذا رقدت اقوم اهرج واقوم واتحرك وانا راقد. اثرني قمت عنده يا اخواني قلت ولد ولد، هو نومه خفيف طبعا، لما فتح عيونه هو يعلمني عن اذا بكتب قول وقف خلاص، لما قلت ولد ولد هو طالع قلت قم قم قم، قال كيف؟ قلت قم قم، يعلمني يقول والله يا سعد اني قمت وجلست على الكلب انت معي. اقسم بالله يا اخوي يقول لي والله اني قمت جالس على الكلب، يقول طلع فيك الا شويه طلع من الصام، ممكن ترجعت تقول مدري وش، وقاعد تلعن تلعن مرقت. يا ابو مداوي مين بطرده يا ابو مداوي؟ لكن حل... لا والله يا ابو مداوي صل على النبي يا ابو مداوي، هذا حلم يا اخواني. انا افكر لو انه ايش اخواني، لو انه مثلا واحد ضيف علي ولا حاجه ولا من بعيد ما يعرفني زين، كان زعل الرجال لزها، كيف ابرر لي؟ كيف الموقف هذا برر الشخص هذا؟ أقول ترى إني كنت أتحلم. أقسم بالله يا أبو مداوي، ترى يا أبو مداوي والله أنا أحلم. والله وأنا أسبيك. ليه؟ أنا أسبيك. ليه؟ أنت قم قم قم. إيه وش أسألك؟ جلست عنك. إيه؟ تعاين فيني وتجلس. إيه؟ وأجلس وعاين فيك. يا أخوي أقسم بالله أنا هذه المشاكل اللي أعاني منها. مو علم دي حالة نفسية، لا الله يكفينا الله يكفينا.
وش اسمه وتخيل تخيلات اتخيل تخيلات الصدق قولوا شو التخيلات مثلا دخلت البيت وهو غدرات ومعي اروح للفيش الفيش اشوفه يعني خفيف عليه نور خفيف ابى اشغل الفيش انتم معي اتخيل اقسم بالله اتخيل وانا بشغل الفيش اللي تجيني كذا يد مليان شعر جني ولا حاجه يقول وقف وقف كذا اقسم بالله يا اخواني علي تخيلات غريبه مرحبا بك يا محمد حياك الله اي والله جدا مرحله خطيره جدا 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 مراهق ايش دخل المراهق ايش دخلها يا اخي ما ترجمت مع العرب ايش دخل المراهق هذا الحين اما معك هرجتم واضحه ولا في الموضوع ولا هرجه كويسه قول اسكت ترى مو لازم تشارك عادي انا ترى مثل قبل كنت اخش في البثوث شو اسمه كنت ايدي تاكل ابا اكتب تعليق ابا اكتب اي حاجه ابا هرج مع العرب بس هرج هرج صح مراهق ايش دخلها كارده يا اخي صغير حساس مره يا اخوان ايش فيكم انا من الكتيبه بلا تاثير ويا بالبطل يثر على الشيخ والراعي ومي على اللي سيرته ما مزونا ضربها غرق لهم بجيب خالي الشمال ما عاد بجيب احد وبقفل الصدق اقسم بالله انا وراي والله اني براي عرب ضيفان بقابلهم خايف يا اخوان لا يروح علي نو ام لا صحيت انا متاخر ايش تبدي اقول نو مصيبه اي والله ايش اسمه عسى يبداكم الله يبيض وجيكم يطول اعماركم ولا يهينكم جعلني والله ما تبدل فيكم لا همتم لكل من حضر لكل من تكلم لكل من دعم لكل من قال كلمه حلوه الله يعفوكم ان شاء الله ومن بقاطع عينكم باذن الله استغفر الله العظيم استغفر الله سبحان الله ما خوي الا اخويا صالحين مو مثل عينات الفاشه ابو سفيان اقسم بالله ما فرق يا اخوان فرق كثير اتسلك لنا لا والله مجارين اخواني لا والله مجارين لا والله مجاري لكن باذن الله ما عاد في قطع باذن الله نضحك ونستانس الله يوفقكم ويسر اموركم ان شاء الله ولا يهينكم لن اقول لكم وداعا لكن القاكم ان شاء الله في اقرب وقت ممكن ان شاء الله ان كان بث جميل جدا خفيف استانستوا فيه المعذره كان اخطينا ولا زلينا ولا جاء في خاطر احد شيء فالمعذره وانا اسف فالله يحفظكم بحفظه صلوا على النبي استغفروا سبحوا طهروا نفسكم بذكر الله ان شاء الله وباذن الله اليوم نفرح وياكم بفوز المنتخب باذن الله باذن الله باذن الله يا اخواني نفرح وياكم بفوز المنتخب تصريحي واتوقع اتوقع اتوقع توقعت انا المباراه اليوم بين المنتخب واليابان اتوقع انها 3-1 او 4-1 للسعوديه باذن الله توقعتك اخوي سعيد 4-2 لليابان السعوديه بلادي من الشجاع اليابان الله يحفظكم بحفظه ان شاء الله كلمه طيبه وقعدوا في العافيه يا مال العافيه اذا جاء توقع سعد صح لكم هديه ها في ذمتي ذمه ما ظبطتكم بيقولون سعد علي ما ظبطنا بتقولونه صح توقع سعد ما سوقها شوف بس ترى بيننا بينهم يعني حتى توكل توكل انتم توكل شوف شوف يقول ابشر 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 واضحك معاهم اتوكل انت وياه اتوكل شفت ميان شوف استشف نفسك بس الله يحفظكم ان شاء الله على خشم الله يحفظكم بحفظه شكرا